عملنا كفتة كتير وقليل مع بعض، بس الكفتة بتاعت النهاردة بقى كفتة مميزة جدا لدرجة ان هي اسمها كفتة الاكيلة. ايوة ده كان اسم كده كاترينج انا عاملاه ومسمياه الاكيلة. هتاكلوا منه يا جماعة احلى شوية كفتة، انما ايه ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف تركاتها وتفاصيلها هتبقى عاملة ازاي. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا اللحمة الكمية زي ما تحب. معايا هنا بصلاية حلوة كده مبشورة، وهضغط عليها كده عشان اصفي المية بتاعتها كويس قوي منها. من الاخر يعني عايزين التفل بتاعها بس، نضغط عليها كده لحد ما ننزل كل المية بتاعتها. تحسبا بقى عشان لو البصلة بتاعتنا فيها مية، معلقة كبيرة كده من النشا تفرق جدا في القوام بتاعنا. اول حاجة كده جايبين معانا القلب او ظهر رغيف عيش بلدي بلاه في شوية مية، هعصره كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. بصوا يا جماعة عايزة انزل كل المية اللي فيه، وهقطعه كده واحطه على الكفتة. ده بقى بيديها تماسك وطعم وكل حاجة ولا اروع. التوابل بقى، معلقة كبيرة بهارات كفتة، فلفل اسود، معلقة صغيرة للملح. طبعا زي ما متعودين لازم نعجن في الكفتة بتاعتنا كويس جدا. كده احنا خلاص عجننا الكفتة بتاعتنا كويس جدا وعملت الخيوط اللي احنا متعودين نشوفها في الكفتة. هبدأ بقى اخد الكفتة كده واشكلها على شكل صوابع، تتشكل معانا في منتهى السهولة. بصوا كده خلاص الكمية بتاعتنا جاهزة. انا هنا حاطة طاسة سايباها تسخن وحاطة فيها شوية زيت، هبدأ انزل بقى في الكفتة بالشكل ده كده. طبعا يا جماعة زي ما احنا متعودين مع بعض، انا ما بقلبش الكفتة خالص غير لما هي تسيب الطاسة بتاعتنا عشان ما تتكسرش وتتفتفت مننا. بصوا بقى كده في المرحلة دي لما اجي احركها في منتهى السهولة تتحرك، يعني كده اقدر احرك الكفتة بتاعتي. بصوا معايا بقى خلطة هنا هنعملها كده عالمية، شوية فلفل حامي كده معاهم شوية كزبرة ناشفة وشوية ملح، فصين ثوم، شوية بقدونس، وهندقهم بقى مع بعض كده. بعد ما دقيناهم بقى كده، معلقة كبيرة من الخل بس، هنديهم بقى تقليبة كده مع بعض كأننا بالظبط بنطحنهم يعني. وبقت جاهزة معانا احلى تتبيلة ممكن تجربوها. بصوا بقى كده الكفتة كلها استوت وشكلها طبعا زي ما احنا شايفين ولا اروع. معايا بقى هنا شوية بصل كده هحطهم، فلفل، فلفل احمر، طبعا اي حاجة ممكن نضيفها، واللي حابب الشطة بقى هنحط واحدتين بس كده يطعموا الدنيا شوية. هنديهم بقى تقليبة حلوة كده. انا مش عايزة الخضار يستوي، عايزاه يفضل مقرمش معانا. الخلطة بقى بتاعتنا دي كده يا جماعة، دي مش هتوديها في حتة تانية، في حتة عشرة. بصوا بقى كده العظمة اللي احنا بنعملها دي، بصوا شكل الالوان مع صباع الكفتة، حاجة كده من الاخر تستاهل ان احنا نقوم نعمل احلى طاسة كفتة في الدنيا كلها. ودي بقى كده كفتة الأكيلة بتاعتنا. عايزة أقول لكم حاجة عظمة وتشرف وطعمها ولا أروع من كده. ولو حابين تعملوها وتحفظوها في الفريزر، أول ما نصبحها نحطها في أطباق فويل كده ونفصل ما بينهم، أو فوم أو في علبة ونفصل ما بينهم، وقت ما نحتاجها نطلعها على الطاسة على طول. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه في وصفة الأكيلة اللي متسمية على اسم الكاترينج بتاعي سابقا. أشوفكم في وصفة جديدة، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.